رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أزمة وفي ورطة خلال الأيام الماضية ومستدعى للتحقيق أمام البرلمان، والسبب مش قصور ولا فلل ولا فنادق بناهم بوريس جونسون من أموال الدولة، لكن السبب الشقة اللي عايش فيها جونسون مع خطيبته واللي بيتم صرف سنويا 30,000 جنيه استرليني من أجل أو 30,000 باوند من أجل إعادة ومن أجل تجديد هذه الشقة. ولكن بوريس جونسون هذا العام أنفق تقريبا 200,000 باوند على هذه الشقة، وطبعا لأنه عايش في بلد بتسأل من أين لك وأين أنفقت، فأصبح بوريس جونسون في ورطة. وتجديد شقة جونسون كما قالت صفحة الجزيرة أو موقع الجزيرة يثير أزمة في بريطانيا، ورئيس الوزراء يدافع عن نفسه أمام البرلمان بعد هذه الضجة وتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي واهتمام كبير جدا من الصحافة البريطانية. تقريبا بقالهم أكتر من أسبوع ما فيش يوم بيعدي إلا ويتصدر الخبر صفحات الصحف الرسمية في بريطانيا السؤال أين أنفقت أموال دافعي الضرائب، وإزاي بوريس جونسون ياخد فلوس الناس ويصرفها على شقته، إزاي ياخد فرق 100 أو 170 ألف باوند دون أن يقدم سند للدولة البريطانية. ما اضطر بوريس جونسون للوقوف أمام البرلمان قبل يومين عشان يقول إن هو دفع الفرق من أمواله الخاصة. تصدر الموضوع مواقع التواصل الاجتماعي، ناس بتحاول تقارن ما بين وضع بوريس جونسون وبين بلادنا أو بلادنا العربية اللي بتنفق مليارات على الرؤساء والوزراء وأصحاب السعادة والفخامة والسمو فقط من أجل راحتهم وسعادتهم. مما كتب عبد الله بيقول بوريس جونسون محتاج دورة تدريبية في دولة عربية، الراجل ورط نفسه بسبب تكاليف تجديد ديكور شقة، ومطلوب منه توضيح للرأي العام كيف حصل على مبلغ التجديد، وعندنا مسؤولين يأكلوا مال النبي ومال اليتيم وكل أخضر ويابس ولا يرف لهم جف. العصيمي بيقول اليوم في حدث لن نراه في دولنا العربية إلا نادرا، فتح تحقيق تجاه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشأن صرف أموال لتجديد شقته الخاصة. تخيل أخي المواطن العربي هذا يحاكم لأنه فقط جدد شقته وهو رئيس دولة عظمى ويسكن في شقة ويحاكم لأنه جددها فقط بهذه الطريقة. تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقارنون ما بين حال دولنا وما يحدث في واحدة من الدول الأوروبية زي بريطانيا. مش دي أول مرة اللي بيحاكم فيها رئيس الوزراء بسبب الإنفاق أو البذخ في الإنفاق. كاميرون رئيس الوزراء الأسبق تم نشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وبجانبه مكنة قهوة، وقتها رأي العام في بريطانيا تساءل من أين لك هذا. نشر رئيس وزراء بريطانيا صورة من مكتبه وبدت في الخلفية آلة صنع قهوة بقيمة 160 باوند، فانهالت أسئلة مواطنيه هل دفع قيمتها أم نحن مضطر. بالنهاية مكتب كاميرون يخرج بيان رسمي عشان يقول ويعرض الفاتورة الرسمية أنها دفعت من أمواله الخاصة. ده بيحصل في دولة زي بريطانيا، أما في دولنا العربية لا سيما في مصر بتنفق المليارات فقط من أجل تحسين صورة النظام وبذخا على رفاهيته ومن أجل بناء القصور والمنتجعات والفنادق.